السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في الحلقة الجديدة تاع اليوم. كيف ما عودتكم دائما، وصفات طبيعية وصحية وغير مكلفة. هذه الوصفة تاع اليوم خاصة بطلب من بعض المتتبعات العزيزات، يعني هذا الطلب هذا كان مطروح عندي مدة. هذه اليوم أحبائي الأعزاء عاد كتاب أنني نطرح لكم هذا، يعني هذه الوصفة هذه، وكان اعتذر على التأخير إلى تأخرت عليكم شوية. هذه الوصفة هذه أحبائي الأعزاء لتكبير الشفايف والتوريد ديال اللون ديالها بطريقة طبيعية. المكونات اللي غنحتاجو في هذه الوصفة هذه مكونات يعني في متناول ديال الجميع. غادي نحتاجو زيت ديال القرفة اللي كتواجد في جميع الصيدليات ديال الأعشاب. زيت القرفة الطبيعي فهو متواجد في عدة أشكال عدة قارورات، المهم أنكم تاخدوا زيت القرفة الطبيعي 100%. وغادي تحتاجوا ايضا مكون ديال الفازلين. طريقه ديال التحضير ديال هذه الوصفه هذه، يوميا بالليل قبل من النوم ديالنا فاش غنحتاجوا نستعملوا هذه الوصفه هذه. يعني هذه الوصفه كنحتاج يعني ما كنستعملوهاش دائما، كنستعملوها غير مره. هذه الوصفه هذه كتعطي النتيجه ديالها يعني فوريه في الصباح، كتبان لكم الفرق. الطريقه ديال الاستعمال ديال هذه الوصفه هذه لتكبير الشفايف، فناخذوا قطره واحده من زيت القرفه، نضيف عليها القليل من يعني رأس ملعقة صغيرة من الفازلين، ونحركوا هاد المكونات كاملة حتى تندمج مع بعضها مزيان، يعني الفازلين وزيت القرفة. ياريت فاش تبغيو تستعملوا الفازلين يعني تحطوها في شي مكان دافئ باش فاش تحتاجوها تلقاوها سائلة شوية، باش تسهل عليكم الفرد ديالها مع زيت القرفة. وندهنوا بها بالاصابع ورؤوس الاصابع، ندهنوا بها الشفاه ديالنا ونخليوها ليله كامله. غادي تحسوا احبائي الاعزاء بواحد يعني نغزات قليله في الشفاه ديالنا، على حساب ان زيت القرفه فهي حاره شيئا ما. هذوك النغزات عيت تاع زيت القرفه، وفي الصباح ان شاء الله توصلوا الشفايف ديالكم وغادي تلاحظوا توريد اللون الطبيعي، وغادي تلاحظوا يعني ان الوصفه كتعطي النتيجه ديالها 100%. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم تجربوا هذه الوصفه هذه لتكبير الشفايف، وكنتمنى منكم ايضا انكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم والدعوات ديالكم. وبالنسبه للاشخاص اللي طلبوا مني هذه الوصفه هذه تاخرت عليهم، كنعتذر مجددا على التاخير. وكنتمنى منكم ايضا انكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم، وتنضموا ليا القناه وتشجعوني بلايك باش دائما يوصلكم الجديد. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.